أرجن أرجن دابا أرجن ألي مونتيغ دابا كيتباع ب 500 درهم. 500 درهم المهم فيها لومبالاج فيها التيكيت فيها سميتو حيت المادة الأولية قليلة، المادة الأولية قليلة وما كتكونش بزاف في الأسواق لأن الشركات الكبار هما اللي تياخدوها وكيديروا عاوتاني هما أرجان وكيسوقوه على برا. مثلا كيجي عندك شي مول شركة هو عنده الفلوس بزاف كياخد كاع المادة الأولية اللي كيلقى وحنا ما كنلقاوش مازال باش نخدمو. أفيوش المهم كنا كنتقداو غير بخمسة 5000 تقريبا الخنشة. خنشة كلها وكتخرج لك جوج يطرو ديال ارغان. دابا ما بقاش داكشي ولا غالي بزاف. والشركات راه كيوصلوا ل 700 درهم، برا 800 درهم لترو. المواطن المغربي ما بقاش كيستافد من هاد المادة هادي، وكنا درنا يعني عدة توصيات انهم يشوفوا لنا هذه الماده الاوليه يعني ما يحتكروها الشركات الكبار وانهم يشوفوا ليها شي سوق ولا سميتو ولا يعطيهم الكونتيتي اللي خصهم يخرجوها، ما يبقاوش يخرجوا كونتيتي كبيره باش التعاونيات النسويه يستافدوا لان هذا هو مصدر ديال الرزق ديالهم. تقريبا خدامين معنا حنا 10 د العيالات، هما اللي كيكون شي معرض كبير ولا كيكون شي كوموند كبير كنزيدوا العيالات. كيخدموا معنا، كاينين موسميين وكاينين دائمين. تنجوزيت أرغان للأكل والتشغيل أيضا. بالنسبة للنساء معنا 15 امرأة اللي خدامة معنا. كيخدموا بطبيعة الحال هذا المورد الأساسي ديالهم اللي هو إنتاج زيت الأرغان، هو العمل المدير للدخل. بالنسبة للثمن ديال الأرغان حاليا مرتفع، حاليا مرتفع جدا، وصل ل 500 درهم للتر. السبب الارتفاع السعر ديال الأرغان هو الندرة ديال المادة الأولية اللي هي أفياش اللي مناش كنتجو هذا الزيت، والسبب اللي علاش زعما كانت كاينه هاد الندره عاود لان الشمع ما صباش عامين دابا، وعليها كاينه هاد القله ديال قله التساقطات هي اللي دات القله ديال المواد الاوليه اللي كنتجو بها زيت أرغان. بطبيعه الحال كاينين شركات كبار اللي كي يستحوذوا على الكميات الكبيره ديال الأرغان، على الكميات الكبيره ديال الأرغان، وهذا الشيء ما تيخلي لنا حنايا السوق مرتفع بزاف في الماده الاوليه، الشيء ما كيخليش التعاونيات الصغار اللي يقدروا يسيروا الاسعار الحاليه في السوق. حتى الاسعار حاليا ما بقاش مخليانا نسيروا السوق نهائيا، لان بحكم الغلاء ديال الماده الاوليه كيخصنا واحد راس المال كبير باش نقدروا نسيروا السوق وناخذوا كميات الكافيه لانتاج زيت أرغان. في ظل هذه الظروف كاين تعاونيات اللي توقفوا على العمل بخصوص الازمه الحاليه اللي ديال قله المادة الأولية زائد الأزمة الحالية الاقتصادية هي أدت قلال يعني قلال التعاونيات اللي باقين تيمارسوا المهنة ديال أرغان.